طيب بعرف نفس اللغة الإنجليزية وهم كلهم عرفوا بعضهم خلاص، فهم أصلا قاعد مش لهم بلاغة ممكن يستريحوا ممكن عارف علاقة كيفك؟ السودان نور يا بروف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الليلة بختكم دكتورة سلمى. لا ما مشيت اليوم يا سيد، ما مشيت اليوم. طيب يا بروف، الموجودين في القاعة حاليا في 11 طالب وبس، الكراسي قدام فاضي، الناس موزعة يعني، لكن افتكر ممكن نبدأ. لا نديهم 5 دقائق ما مشكلة. خلاص تمام، هم ذاتهم قال لك ممكن نجي قدام. الجروبس هتكون نفس الجروبس اللي فاتت، لكن التوزيع بتاعها مختلف. هيكون عندنا 3 جروبات في الجروب 1، جروب 1 هيشتغل مع جروب 6، جروب 2 هيشتغل مع جروب 5 و جروب 3 هيشتغل مع جروب 4. تمام؟ 3 و 4 نفس الناس؟ اي صح، 3 و 4 نفس الناس. 1 هيشتغل مع 4، 1 هيشتغل مع 4، 2 هيشتغل مع 5، و 3 هيشتغل مع 6. 3 مع 6. عايش الملاحظة اللي أنا فيه. مش بعيدة؟ لا مفروض يكون Thank you.
عندك مواد نادي ممكن تعمل الصوت ميوت نادي ميوت يا بروف الموجودين حاليا 16 وفي زي 5 قالوا حيدخلوا من الزوم
السلام عليكم ورحمة الله. افتكر نبدأ لأنه already مرة وقت يعني قريب نص ساعة. طيب today's session of the whole day is about an important issue related to education planning or curriculum design or course design الاثنين. وحنبدأ بمحاضرة بعدين بتتقسموا لجروب ورك تعملوا البرزنتيشن. كل اليوم إن شاء الله حيكون عن البلومز تاكسونومي وأتوقع كثيرين منكم سمعوا بالبلوم تاكسونومي. فلو ادينا فرصة بتاع دقيقتين ثلاثة أي دول داير يدينا أي معلومات هو يعرف عن البلوم تاكسونومي now is the time please.
بيزول داير يورينا بلوم تاكسونومي دي شنو. يا بروف السلام عليكم. وعليكم السلام. انا تيسير الطيب يا بروف. اهلا وسهلا. الله يكرمك يا بروف. البلوم تاكسونومي فهمي له هو زي فريم ورك for categorization of educational goals او هو بيساعدنا انه نحمل education objectives بتاعتنا. بيساعدنا لكن بيساعدنا هو شنو انت في التعريف قلت فريم ورك بتاع goals. ايوه هو فريم ورك بتاع goals يعني مكون من من levels. بتدي من الليفل من تحت الليفل بتاع remembering understanding. لا انت ما مشيت انت ما مشيت في تفاصيل قبل التعريف. نعم ايوه الديفينيشن في الاول لكن كويس يعني عندك خلفيه لكن نمشي فيها بالتدرج المنطقي نبدا بالتعريف. في حاجه اسمها تعريف تعريف تصنيف توصيف تعريف توصيف لا تعريف تصنيف توصيف يعني في الأول بتبدأ بالتعريف definition بعدين إذا في classification تعمل classification بعدين تعمل description. أوكي. تعريف تصنيف توصيف. نعم. ده الـ hierarchical way of talking about things. أي حاجة تعمل لها تعريف في الأول إذا بصنف إلى أنواع تصنيفها بعدين تبتدي توصف واحد واحد من التصنيفات المختلفة. فنبدأ بالتعريف. دارين التعريف. بالمناسبة هو بلوم ما فقط عمل التاكسونومي حتى عنوان المحاضرة مفروض يكون البلومز كلاسيفيكيشن اوف ليرنينج وجواها نتكلم عن التاكسونومي اوف ليرنينج اوبجكتيف. هو عمل حاجتين يعني بلوم. خلونا نعمل شيرينج طوالي وننطلق من الكلام القابل كثير. نشيل الباوربوينت نشغل. طيب نحن إن شاء الله الليلة نغطي زي ما عودناكم ثلاثة أشياء. الثلاثة أشياء هما في الأول نحن هنتكلم عن زاد عادة طبعا نحن نبدأ بحاجة عموما إما introduction أو الليلة في حاجة اسمها domains of learning. نشوف بلوم قال شنو صنف domains of learning كيف. بعدين هو عمل taxonomy. taxonomy كأنها index كده بتاع مسميات يعني في الاناتوميكال تاكسونومي اوف هيومن بودي في تاكسونوميز اناتوميكال تاكسونومي التاكسونومي ناس الباثولوجي ناس المايكروبيولوجي عندهم تاكسونومي اللي هي اول تاكسونومي هي بتاعت الانيمال كينجدم. الانيمال كينجدم والكلاسيفيكيشن بتاعي انتو يعني هي ما مصنفه انتو انواع وسبيشيز وكده وبعدين كل سبيشيز اسماء المسميات دي اسمها التاكسونومي. التاكسونومي معناها مسميات في مجال معين. نجي للتاكسونومي بتاعته بعدين في تطورات حصلت في الفترة اللي فاتت لهذه التاكسونومي تقوم نختم بها التوك بتاعه. فبنبدأ بالدومينز يعني بلوم أول حاجة لا تعرف إنه بلوم هو إدوكيشن سايكولوجيست لكن قديم يعني الكلام اللي بيتكلموا عنه الناس دي كتبوا في 1956 56 يعني قبل زمن طويل والكلام ده بيدل على انه what he proposed for education is almost true يعني معناها كلامه اللي قاله ده ثبت لحد الليله بل هنعرف في النهايه من الديفلوبمنتس انه في واحد جاء عمل تاكسونومي ثانيه وعملها قبل 17 سنه والى الان ما وجد الطريقه للانتشار لانه للنتيجه لقوه ما طرحه بلوم في الستين في الخمسينات يعني. فمعناها بلوم ده قال كلام فعلا يعني شغل مخه تمام يعني وقال كلام ما في زول قدر يعني يرفضه او يفنده ويقول له الكلام ده ما مظبوط. من 56 الى الان البلوم كلاسيفيكيشن والبلوم تاكسونومي
of learning objectives ماذا standing. طيب قال شنو بلوم؟ قال إنه learning takes place in three interrelated domains. يعني الإنسان لما يتعلم بيتعلم في three domains. I am sure مرت عليكم الdomains دي وحتى الناس قاعدين يختصروها KSA knowledge, skills and attitudes زي السعودية كندم السعودية عربية KSA. فهو قال في three domains of learning لكنها ما بمعزل. ودي نقطة مهمة جدا لازم نأكد عليها من الآن عشان نحن اللي قدام في شغلنا الثاني سواء كان في الاسسمنت او في اي مجال من مجالات الميديكال اديوكيشن نكون عارفين انه لما نقول 3 دومينز هم انتر ريليتد. يعني انت لما تتعلم في السكيلز دومين ما معناها ما في نوليدج وما في اتيتيودز وهكذا, هم انتر ريليتد. في كل واحده لازم يكون في كومبوننت من الاثنين الثانيات, لكن بتكون الدومين دي مينلي ذا سكيلز دومين. هنعرف هو سماهم شنو الدومينز وانتهوا بانهم بيجوا اسمهم الكنوليدج سكيلز اند اتيتيود. وما قال كده بخر, هو قال كوجنيتيف دومين في الاول, ثم الاول ذا كوجنيتيف دومين. وهنا ان ذس دومين بيتكلم عن انه الليرنر اكوايرز نوليدج اند كوجنيتيف سكيلز, معارف ومهارات معرفيه. الاثنين دول سموه ذا كوجنيتيف دومين. الناس اختصروها قالوا ذا نوليدج دومين, وإن كان هو ما knowledge domain بالمعنى, يعني هو is more than that, it's a cognitive domain لأنه فيه knowledge وفيه آثار knowledge على البرين. عشان كده الإنسان بيكتسب mental skills من خلال the acquisition of knowledge. فإذن ده الأول. الثاني اسمه the psychomotor domain, in which the learner acquires manual or physical skills, يعني المهارات اليدوية والمهارات الحركية, المهارات يعني اللي فيها visually you can see movement. فدي اسمها psychomotor domain. والثالث سماه the affective domain. ودي the learners acquire knowledge and behavioral skills. يعني بيحصل له growth in feeling or emotional areas اللي هو attitude or self. هنا لازم نفرق يا جماعة بين مصطلحين. أنا بسألكم في الأول عشان يكون في مشاركة منكم. الفرق بين المصطلحين attitude و behavior. يلا تفضلوا. قال الاتيتود ريليتد للبرسبشن اوف ذا انديفيديوال والبيهافير. البيهافير انه الاكشوال دوينج اوف ذا انديفيديوال ممكن ما صار في عمل على قال لك الاتيتود وات هيز كونفينسد اباوت, والبيهافير هو وات هي داز, وممكن ما يكون ريفلكتنج شديد الاتيتود. ممتاز جدا جدا. يعني هو انا ما كان ممكن اعرفها احسن من كده بالضبط كده. هي صح يعني behavior is a reflection of the attitude لكن not necessary all the time, لانه البني ادم is cunning, الانسان is cunning, الانسان ممكن يعني يتصرف تصرفات تكون ما reflection لقناعات. الترجمة العربية لattitude توجهات, توجهات زي ما هو قال دي حاجات الإنسان مقتنع بها his perceptions, معناها it's something internal جوا في البرين. أما البيهافير فهو what you can see, what you can see, it's usually a manifestation of the attitude, it should be a manifestation of the attitude. لكن زي ما عارفين الإنسان عنده المايند, the mind is manipulative. المايند دي حتى بيستخدم منطقة في البرين اللي هي the frontal cortex, the prefrontal lobe, هي المكان اللي الإنسان فيه ممكن يكذب يعني, ويكذب حديثا ويكذب سلوكا. فإذا زي ما تفضل تعريف دقيق جدا. واحد attitude معناه حاجة داخلية, قناعات توجهات اقتناعات, أشياء تؤمن بها. وعندك
تصرفاتك، تصرفاتك دي things بيتندو. التصرفات زي ما تفضل وعرف ممكن usually it's supposed to be a reflection or a manifestation of your attitudes، ولكن ما بالضرورة في كل مرة. تمام، ممتاز جدا. فإذا ال effective domain is about that. لكن لو لاحظتوا حتى ال effective domain نحن قلنا شنو؟ learners acquire knowledge and behaviorals. يعني knowledge معناها لازم يكون عنده خلفية. حتى كان عندنا مجموعة كلفت بوضع دليل عن البروفيشناليزم. النقاش أخذ مننا وقت طويل جدا عشان نحن نحدد البروفيشناليزم دي اللي هي شنو يعني. وكان موضوع إنه حتى بدأت التساؤلات يعني الـ ethical component of professionalism and professional behavior. Can we teach ولا حاجة هي internal وهي فطرة؟ الأخلاقيات والقيم هي هي أشياء ندرسها يعني. وفي النهاية قلنا كيف؟ أكيد، لأنه الناس حتى لو كان internal هم جبلوا على الخير، إلا أنه نحتاج نذكرهم. We need to remind them. وremind بذاته في الهيومن النيتشر يعني. الإنسان كأنه في حاجات كثيرة موجودة عنده يعني أصلاً. يولد بها يعني. ولكن أنت تحتاج تطلعها يعني. تطلعها بأنك you talk about them and you discuss them. Okay. وبالتالي واضح جداً أنه there is a knowledge component. وده بيأكد التعريف الأول بتاعنا. إنهم three interrelated domains. You cannot acquire حتى الفيزيكال سايكوموتر سكيلز، يو كان نوت اكواير ذم ويزاوت باك جراوند نوليدج. وعشان كده لو بتكون عندكم فكره عن الميلرز بيراميد، ميلرز بيراميد عنده فاونديشن اوف نوليدج، لازم يكون في الاول نوز هاو، يعني في الاول نوز يعني عارف، بعدين نوز هاو اللي هي نوز هاو معناها يعرف أصلاً البروسيجر دي بيعملوها كيف يعني. The knows how. Then you then they show. They cannot show if they do not know and know how. فإذاً لازم نختم السلايد دي بإنه نقول these three domains of learning are interrelated. بتحتاج حتى لو طبعاً أكيد عارفين إنه في psychomotor skills في attitudinal component. يعني how you do it. مش just how you do it technically, how you do it also ناحية values ethically. كيف تتصرف، تعمل كيف، وفي additional component. إذن بلوم قال في three learning domains، ولكن the three learning domains are interrelated. اللي هم شنو؟ The cognitive domain اللي هو فيها objectives and skills that help you process information where ودي بلوم ساكسونومي أغلبها في دي، الأغلبها في دي. حاوريكم later on why is that. وفي الaffective objectives they'll deal with feelings, emotions, attitudes, appreciation and preferences. وعندنا psychomotor domain حنتكلم عن objectives that include those related to motor skills, coordination and physical movement. فدي ال 3 domains اللي قالهم بلوم. قام هو بعد كده عمل تاكسونومي، تصنيفات ومصطلحات للتعبير عن التعلم في هذا الدومين. يعني learning in this domain is expressed through a taxonomy of terms. والترمز المصنفات زي ما زميلنا في الأول قال هو قسمها لليفلز، وكل واحدة قال الليفل الأول كده والليفل الثاني كده والليفل الثالث كده، واقترح مصطلحات. أول حاجة قبل ما نمشي لقدام، يومنا بتاع الليلة دي يوم كامل إن شاء الله عن الموضوع دي، لكن من قبل ما نبدأ نوريكم إنه في جزء من الاكسرسايز أنا الحقيقة ما كتبت الجدول لأنه يعني، لكن الاكسرسايز مفروض يبدأ بسيرشين كده ولو بالتلفون يعني. أنت تكتب learning objectives cognitive domain خلاص، هتطلع لك مجموعة من القوائم. القوائم دي
يعني اجتهادات غير اللي اقترحها بلوم في الأول. والاقتراحات دي حتلقى فيها variation. وإلى الآن رغم من 56 وده 2021 الناس ما اتفقت 100%. الناس ما اتفقت 100% في issues حنتعرض لها بالتفصيل، لكن الاكسرسايز ده مهم جدا. تعمل سيرشنج، تفتح يلاقيك صور عن القوائم، وانا حوريكم الان قائمه قائمتين كده، حتلقى انه في variation، انه ياتو مصطلح يصلح للتعبير عن which level or in which domain. لسه رغم مرت سنين عددها والناس بتستخدم فيها، لكن ما في concrete agreement on these terms. لكن احنا نكون عارفين انه there are terms و there are good ones, there are not as good ones، ودي الاحسن الاستخدام في وده جزء من الجروب ورك والدسكشن بعدين. يعني انت تقصد شنو هنا؟ انت تقصد what are you now observing, what are you measuring, what are you seeing, what are you demonstrating الى اخر. احنا شوية نعمل نقاش، لكن في النهاية الاتفاق العام إنه في مصطلحات كثيرة جدا بتستخدم في هذا الإطار، لكن قد تلقى فيها اختلافات هنا وهنا. طيب نبدأ الآن في هذه التاكسونومي. التاكسونومي هي سماها التاكسونومي of learning objectives in the three learning domains. وبالتالي هي hypothesized إنه في كل دومين learning takes place in levels. وهنا من هنا انا بقول لكم واحده من الانتقادات للبلومز تاكسونومي، واحده من الاقوى الانتقادات او الكريتيك، يعني مش كريتيسيزم، انه النظر يعني مفكر ثاني انتلكشوال ايديوكيتر قال كلام بلوم جدا ممتاز وعلى عيننا وراسنا، لكن I don't think إنه learning takes place sequentially. قال he doesn't think that learning takes place sequentially. يعني ما معناه أنت لو جبت learner أبيض ما عنده أي حاجة، هيبتدي في الأول في level 1، لما نخلص من level 1 حتى يمشي level 2 وlevel 3 وlevel 4 وهكذا. قال learning دي يعني بيمشي sequentially and parallelly، يعني بيمشي parallel و sequential في نفس الوقت، وحنشوف النقطة دي later on. لكن نقطة طيب تذكر at this junction إنه ال levels دي هي levels وليس sequence، يعني ما sequence هي levels. يعني ممكن واحد يبدأ يتعلم طوال من level 3 يعني، فده مفهوم concept لازم يوضح من الآن. فقال three levels، وقام he proposed a taxonomy describing the various levels of learning in the three domains. كل دومين هو ذكر levels، وفي كل level هو اقترح taxonomy of learning objectives. حقة cognitive domain هي اللي received most of the attention. يعني أسا الناس أول ما تقول بلوم تاكسونومي طوال يقولوا لي knowledge, comprehension, application كده، يمشوا لك في شنو الليفرز حقت الكوغنيتيف دومين. رغم إنه الفوكس بتاع محاضرتي حيكون عن الكوغنيتيف دومين، والفوكس بتاع البراكتيكال ورك حيكون عن الكوغنيتيف دومين، أكيد ممكن نفرد مساحة ولو بسيطة لمناقشة the other two domains. الليفلز حقتهم وإن كان الناس عارفين الأوبجكتيف الترمينولوجي used in describing the objectives، لكن من غير التطرق للليفلز بتاعتها، وبالتالي الفوكس بتاعنا هيكون على الكوجنيتيف دومين. طيب هو التعريفات مرة أخرى ودي الليفلز. نبدأ بالكوجنيتيف دومين طبعا اللي هو learner's ability to process information in a meaningful way. ودي الكاتيجوريز بتاع هذا شايفين اول حاجه دي جدول جديد. ده جدول جديد طلعوه الناس اللي بيفتكروا مانجو ليفلز، رغم انهم هم يبنوا على بعض صح، وينفع يكونوا في بيراميد صح، لكن سموهم كاتيجوريز اوف ليرن
على أساس إنه ممكن أنا في لحظة أكون شغال acquiring knowledge ولكن ممكن أكون شغال في نفس الوقت وبتدرب على الابليكيشن of knowledge طوالي يعني ما بالضرورة in sequence بس كده سموها categories. بالنسبة للcognitive domain هم knowledge comprehension application analysis and evaluation دي المصطلحات اللي استخدمها بلوم نفسها. قال في الكاتيجوريز حقك السايكوموتر اللي هي سوري الافكتيف اللي هي learning attitude and feelings that are the result of the learning process إنه هو تعلم وبالتالي اتعكست في شكل attitudes and feelings بالمناسبة عشان كده سموه affective domain يعني في ناس كانوا سموها knowledge skills and attitudes في ناس قالوا this is an oversimplification للكاتيجوريز لا نقول affective domain لأنه يشمل in addition to the attitudes the feelings the emotions involved in the learning process in a particular domain والcategories حقتهم تبدأ ده في الaffective إنه receiving responding الناس اللي بتعرف neuroscience كويس جدا إنه أنت any reception of a sensory experience كان يكون فيها emotional component وبالتالي طوالي انت you internally respond to the experience إما by becoming sad أو becoming happy أو becoming angry أو كده but responding دي مستوى تاني بعده value اللي هو انت تحليل الحصل وتحليل ال experience نفسها وتحليل الإحساس ودي بسموه valuing بعدها organizing وبعدها characterizing فدي للمستويات حقت الأفكتيف دومين. السايكوموتر دومين هم طبعا of course the learner's ability to use motor skills to learn أول حقيقة to learn motor skills مش ability to use the motor skills to learn فقط وإنما to learn physical skills أو physical aspects of behavior. بالمناسبة كلمة behavior حسب تعريفنا عرفناه قبل شوية تصلح لتوصيف التفكير يعني التفكير is a behavior ولكنها might not be visually seen يعني ما observable لكن كلهم نقول عليهم behavior behavior is action behavior is an action فإن الأكشن نادي سواء كان في الكوجنيتيف دومين ولا الأفكتيف دومين ولا السايكوموتر دومين is a behavior الكاتيجوريز بتاعة سايكوموتر الناس رغم انهم سبعه وليس سته لكن الناس ما اولوهم كثير جدا من الاهتمام بيبدو بيرسبشن سيت جايدد ريسبونس ميكانيزم كومبلكس اوفرت ريسبونس ادابتيشن اورجانيزيشن دي الليفلز او الكاتيجوريز بتاعه ليرنينج ان ذا 3 دومينز في ناس عبروا عنها بطريقه مختلفه يعني هم ما عبروا عن بنفس مصطلحات بلوم قسموها لانه وير ذي تيك بليس قاموا قالوا صنفوا التصنيف انه ان ذا هيد اللي هي النوليدج اندرستاندينج ما مشوا بنفس الكلمات كل واحده ادوها الاثر بتاعها طوالي فقالوا شنو قالوا سوري يعني عبروا عنها بطريقة مختلفة شوية إنه قالوا that takes place in the head is knowledge, understanding, analysis, feedback, responsibility and rules وغيروا الدية الثانية اللي بتحصل في الهارت اللي هي السايكوموتر communication, leadership يعني شنو what do you use them for وليس the levels والthe hand, physical ability, fitness level, competitive الناس, technique, tactics كلها يعتبروا learning في psychomotor domain تعبير مختلف عن نفس الدومين طيب ده هنا البيراميدز نفسها اللي الكلام اللي قلناه قبل شوية دي البيراميد اللي طلعوها أو طلع بلوم طبعاً دائماً the concept of a pyramid إنه دائماً الحاجة تحت خالص تعتبر الفاونديشن وتحتبني عليها وحتبني عليها وحتبني على هذا المفهوم بتاع البيراميد وبالتالي جاء رتب الفاونديشن of the cognitive domain is knowledge اللي هي acquiring the knowledge
and then comprehending the knowledge, understanding it, and interpreting it. But then applying the knowledge, by analyzing the knowledge, by synthesizing new knowledge and evaluating knowledge. Well, affective domains, they might be receiving, responding, valuing, organization, or characterization by value set. وعندنا عشان كده بنقرا من تحت لانه ده بيراميد كونسبت يعني في السايكوموتر الريفلكس موفمنت في الاول ريفلكس ساكت بعد بيزك فاندمنتال موفمنت بعد بيرسبشوال فيزيكال اكتيفيتيز سكيلد موفمنتس ونان ديسربتيف نان ديسكرسيف كوميونيكيشن فده هنا سوري دي الدومينز طيب نبدا الاول الكوجنيتيف دومين قال اللوست ليفل اوف ليرنينج ان ذا كوجنيتيف دومين از نوليدج واغلب الناس بيسموا انه دي روت نوليدج روت ليرن يعني يو جاست اكيوميوليتينج فاكتس اكيوميوليتينج كونسبتس اكيوميوليتينج بروسيجرال نوليدج ديل المرحله دي بيسموها از نوليدج دومين اور ذا كوجنيتيف دومين المستوى ده والمهارات المعرفية التدريب بتاع البرين and the mind في 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 الدومين دي بيكسبنا مهارات بتاع cognition فحتى المستوى الأول بس the accumulation or the acquisition of the knowledge facts يعني concepts procedures دي the knowledge level of the cognitive domain وبالتالي it involves the ability to memorize and just recall facts, procedural patterns and concepts. المرحلة دي من ال learning, ال cognitive domain بسموها the knowledge level أو زي ما الجماعة الجديد الحديث يعني في المرحلة بعد كذا إنه بدل سموها level بسموها although it's a level لكن سموها كاتيجوري سموها كاتيجوري فاذا هنا الهاير تو ذات اللي هي الليفل هاير تو ذيس بيقولوا عليه كومبريهنشن الفرق بين كومبريهنشن واندرستاندينج انه الكومبريهنشن از بيوند اندرستاندينج يعني انت مش جاست تفهم قالوا شنو وانما تعمل له كمان انتربريتيشن إذن understanding and interpretation المراحل دي كلها على بعضها تسموها comprehension. For this level, in this level, the learner understands and interprets information. The learner understands the meaning of what is known. اسمها كده يعني what is known, what does it mean. إذن المرحلة دي level أعلى أو category مختلفة من just memorizing and recalling information. وبالتالي حسب كلام أندرسون في 2011 إنه the students is able to explain وبالتالي الكلمة دي مهمة جدا وبالتالي أنا بعدين لما نجي أعرف the learning objectives or outcomes لو استعملت explain أنا معناها مشيت beyond acquisition of knowledge explain an existing theory his or her own words هي comprehension level of A third level is more application. Well, application there, the learner الآن shows the ability of the student to use the abstract knowledge in a new situation. عشان كده الناس لما نيجي يقولوا لك أدرس الطلبة بالproblem-based learning ولا بالteam-based learning وstudent-centeredness والكلام دي ليه؟ عشان نحنا بدل ما يكون موضوع بتاع rote learning بتاع just acquisition of knowledge أو حتى مستوى understanding لا نحنا دايرين كمان نمشي للمرحلة بتاع knowledge application وبالتالي انت بديك انا معرفة بطريقة لكن اي اطلب منك تطبيقها بطريقة تانية انت you have acquired abstract knowledge understanding interpretation كلام دي لكن what am I going to use that for وديه في الادت ليرنينج مهم جدا زي ما عارفين انه الادت ليرنر از جول اورينتد اذا الحاجه ما عملنا لها كورليشن ما عرفناها هاو وي ار جوينج تو يوز ات ان اور فيوتشر كارير الانترست بتاعنا فيها مفهوم كبير وبالتالي ليرنينج از نوت از افكتيف از ات شود بي وبالتالي ابلاينج نوليدج المستوى بتاع النوليدج ابلكيشن دي مهم ان الادفوكيتس اوف بروبلم بيز ليرنينج كوريكولا إنه لك من الأول تبغى لي تبدأ له في knowledge application
هو نفسه لما نفسه to gather information and knowledge ويحصل لها understanding بيكون عنده هدف إنه هو داير يعرف داير to gather information داير to acquire information داير to acquire knowledge داير to understand knowledge to be able to apply to a situation. وبالتالي من الأول نحن ادينا الدافعية بتاع acquiring the knowledge وهي واحدة من problem based learning advantage. المرحلة اللي بعدها الاناليسيس، يعني هنا الاناليسيس كاتيجوري ايمز تو ديفرنشيت فاكتس اند اوبينيونز. وبالتالي انت اذا عندك نظر في حاجة معينة، اذا علمت معارف جديدة، اذا علمت علمتها طبقتها جربتها وبعد كده بدأت تحلل المعرفة ذات حللتها، وبالتالي هنا انت وصلت ل what constitutes facts. هنا في مصطلحات مهمة جدا. Fact is the absolute truth. Fact is the absolute truth. أو الحقيقة المتفق عليها. يعني إما the absolute truth اللي هي دي بيعرف ربنا وحده العليم بذلك، لكن البشر اجتهدوا وصلوا لحاجات بالنسبة لهم concrete متفق عليها. Intel analysis بتاعك is usually based on previous knowledge. دي النقطة الأولى. وماذا بعد الحق إلا الضلال. بالنسبة للفاكت اللي هي الأبسوليوت تروث في القرآن استعملوا لها كلمة الحق. الحق. الحق معناها الأبسوليوت تروث. وربنا سبحانه وتعالى واحد من أسماءه الحق لأنه الأبسوليوت تروث. The absolute truth is Allah سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية في هنا at this junction I just want to remind you of another pyramid, a very important pyramid. Pyramid اسمه the data, information, knowledge, wisdom pyramid. The data, information, knowledge, wisdom pyramid. أنا بيهمني البيراميد دي في المرحلتين فوق. يعني معنى كلمة knowledge، المعنى الحقيقي لكلمة knowledge إنه you acquire the knowledge and you test the knowledge. You test it. تجربة تمارسها وبعد كده تطبقها وبالتالي تصل لمعرفة حقيقية. إذن knowledge ما معناها just acquiring information. Testing the information is part of knowledge. في عندنا حديث دقيق جدا، حديث صلى الله عليه وسلم قال نضر الله وجه امرئ سمع مقالة فوعاها وعمل بها ثم بلغها كما سمع. الحديث ده خطير جدا، الحديث ده خطير. ما معناه وصف لنا البلونس تخصونا من ذات. قال سمع مقالتي دل أكوزيشن فوعاها اللي هو دل كومبريهنشن وعمل بها اللي هو طبقة حسب الداتا نوليج داتا انفورميشن نوليج ويزدم بيراميد. معناها انت لما تمشي بالتدرج دي يا دوبك حتصل للمعرفة، تصل للمعرفة نوليج. بعد كده انت امشي في المراحل اللي بعدها اللي هي برضو عندنا احنا توجيه مباشر في صور كثيرة جدا. حاجة اسمها التفكر ده بالاناليسيز، تفكر اناليسيز انه انت تقعد تحلل وبتحليلك ده يتفكك، وصلتني معلومة لكن فككتها طلعت منها معلومات اضافية. فاذا الاناليسيز ليفل اوف الكوجنيتيف دومين is a higher level، يشمل تحليل يشمل وصول. طيب الحديث ليه قال في نهايته ثم بلغها كما سمعها؟ لأنه انت في أثناء التحليل بتاعك you might go astray you might go wrong. انت لما توصل المعرفة توصل معلومة جاية من مصدر موثوق زي الرسول صلى الله عليه وسلم، انت ما تتصرف في المعلومة، انت ممكن تناقشها بعد وتوصلها يعني، لكن انت تقول زي ما سمعتها على اساس انه يمكن انت في ابعاد
في العبارات اللي استخدمت انت ما ادركتها، انت المرحله الثانيه بتاعت الكومبريهنشن بالنسبه لك انت كان فيها شويه خلل، وحتى لما طبقتها يعني ما طبقت اللي انت فهمته يعني. فانت ما توريني نتيجه، توريني نتيجه تطبيقك لما نناقش، لما نناقشك تقول انا عملته حصل دي معلومه مفيده، لكن انا بيهمني اعرف المعلومه الاصليه لانه استقول لي زي ما انت سمعتها. انا بقى I build my own understanding حسب الكونستركتيفيزم ثيوري، تديني فرصة أنا أفهم براي كده وأحلل حسب كمان الخلفية بتاعتي والحصيلة بتاعتي المعرفية اللي عندي داخل my brain and mind. فإذا analysis is a very important level. بعد الاناليسيز أنا عندي معارف متنوعة، والمعارف المتنوعة دي جزء منها acquired directly وجزء منها نتيجة تحت الاناليسيز والتفكر بتاعي. Now I can synthesize new knowledge اللي هي constructivism، new knowledge based on what I already know. This synthesis shows the ability to integrate different elements or concepts and form a sound pattern or structure to help establish a new meaning. ده مرحلة أعلى شوية من موضوع الأناليسيس. أنا مرة حضرت برنامج اسمه الشيخ اسمه أحمد الكبيسي. أحمد الكبيسي أورجينا العراقي ولكن الآن كان مقيم في قطر، ما أعرفه الآن وين. لكن سألوا سائل من في التلفزيون، سألوا قال له الفرق شنو يا شيخ بين يعقل ويتفكر؟ فقام وصفه بطريقة بسيطة، قال أنا لو أديتك معلومات وانت قمت لوكت انت المعلومات دي، معلومة من هنا ومعلومة من هنا ومعلومة من هنا، أنا هنا بلم الحاجات مع بعض عشان أصل لميني، ألم حاجات أصل لميني اللي هو يقصد synthesis. قال العقل سينسيسيس، وقال العقل ذاته جاية من يعقل الناقة، طبعا كانوا بيربطوها وعارفين انتوا الحديث بتاع يعقلها وتوكل. فقال يعقل دي ما معناها تساوي سينسيسيس، انا بجيب معلومات من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا واجمعها واطلع منها معنى. اما قال التفكر هو تحليل، انا وصلتني معلومة احللها يعني واطلع كومبوننتس هذه المعلومة اللي هي analysis. فإذا analysis تساوي تفكر و synthesis تساوي عقل أو يعقل. أخيرا evaluation، ومهم جدا نعرف الفرق بين analysis و evaluation. analysis معناه أنا بحلل في المعلومة وأطلع المكونات حقتها وهكذا. أما أقيم المعلومة نفسها، قال evaluation shows the ability to come up with judgments about the importance of a concept, about the reality of a fact. يعني عندنا مجال كامل في التعليم الآن وفي الممارسة اسمه evidence based practice و evidence based medicine. إنه أنا قبل ما أستخدم أي معلومة وصلتني أي معرفة وصلتني بعمل لها evaluation. وأي حاجة بعملها evaluation بأساليب مختلفة، لكن في النهاية I am evaluating the information عشان أشوف is it good enough, is it important, is it هل هي حقيقة أو أقرب إلى الحقيقة. المستوى دي is called evaluation. فواضح جدا إنه بلوم لما قسم levels قال نبدأ بknowledge، نمشي لcomprehension، نمشي لapplication، نمشي لanalysis، synthesis and evaluation. وكل واحدة من الليفلز دي عداها تعريف معين. Now there هم الليفلز: knowledge, comprehension, application, analysis, synthesis, and evaluation. وقال انت as you move up بيكون higher order، بيسموها higher thinking. Higher thinking. By the way الناس عشان يختصروا knowledge مسمينها K1، comprehension is K2، application K3 وانت ماشي، evaluation is K6. دي كشنو كترمينولوجي الناس في مجال العلوم الصحية بيستخدموها، فخليك aware انه لما نقوله K2 and above معناها بيتكلموا عن من comprehension والتطالع.
اول حاجه ملاحظين الليسته دي انا عارفها is not visible، لكن انا قصدت اجيبها كده عشان الناس تلاحظ القوائم دي. القوائم تلقوا كميه من القوائم دي انه هذه هي المصطلحات اللي يصلح تستخدمها للknowledge level or category of the cognitive domain. والليست الطويله دي is the comprehension level، والليست الثانيه الطويله بتاعت السينسيس. المهم دي واحده من القوائم، واحده من القوائم اللي حتلقاها يعني لقيت هنا وهناك. عندنا في ويلز، في ويلز انا جبت لكم اهم اثنين ويلز سيركيوليتنج، اذا لقيتوهم كان بها، اذا ما لقيتوهم انا برسلهم لسلمى تستخدموهم في development of learning objectives in the fields. لأن الناس عملوا قوائم زي ما قلت لكم في الأول، هم بيفتكروا إنه اتفقوا على الكلام ده، لكن الكلام ده نفسه بحتاج نقاش، وافتكر discussion بعدين. I hope I will be able to join you. إن يكون في نقاش عن بعض المصطلحات and what do they really mean and are they fit for purpose. يعني هل دي تنفع نستعملها to indicate analysis of knowledge ولا لا دي مستوى synthesis of knowledge. Integrate this synthesis ولا analysis وهكذا. فدي الويلز دي ويل فيها ويات في نفسها، وفي ويل تانية دي الزهرة دي جت very famous six domains of learning في مجال الكوجنيتيف دومين. ودي ويل جميل، زهره جميله، واتفقوا عليها يعني اغلب الناس الان متفقين عليها وبيستخدموها. You have to have a copy of these two wheels، لكن القوائم كثيره جدا. طيب يا التاكسونومي، طيب حصل شنو في الفتره اللي فاتت؟ اول حاجه التاكسونومي احنا اتفقنا انها اتعملت 200 اتعملت 56، فحصلت developments في الموضوع ده رغم انه الموضوع قديم يعني 56 يعني 56 في 64 سنه. في خلال 64 سنه ده هل حصل اي حاجه تغيير؟ يس، حصلت انواع بسيطه من التغيير. الميجر تو ميجر developments انه حصل ريفيجن للكوجنيتيف دومين اوف ذا بروف ساكسون، راجعوه في 2001 و2005 وطلعوا حاجة جديدة. واحد اسمه دي فينك عمل موديل سماه Taxonomy of Significant Learning. Significant Learning يعني قال ما Taxonomy of Learning وإنما Taxonomy of Significant Learning. طلع الكلام ده في الكتاب، الكتاب اسمه كده يعني Taxonomy of Significant Learning. Significant Learning ده التغيير الثاني المهم نطرح. الاول انه حصل ريفيجن للبلوم تاكسونومي نفسها، هم قالوا كلام جميل جدا بس نحن شويه حنغير تغييرين ثلاثه كده في البلوم تاكسونومي دي to make more sense of the taxonomy. وفي 2005 غيروا، استخدموا verbs instead of noun. يعني بلومز استخدم noun اللي هي knowledge الاسم، comprehension سناو وهكذا، ابلكيشن سناو. هم قالوا احنا ميوت يا جماعه، ميوت ميوت يا جماعه، ميوت يا سلمى. الزول بيحضروا معانا وين في السوق ولا وين؟ ما في مشكله، الزول ممكن يحضر معانا من اي حته لكن يعمل ميوت يعني. عاطفه؟ ايوه قولي لي عاطفه اعمل ميوت. اعمل ميوت يا عاطفه او اعمل لي كوهوست يا برافو عشان اقدر اعمل لك ميوت. ايوه طيب عملت يلا خلاص ميوتد، لكن برضه ده ما بيمنع انه على ديس جنكشن. انت شغاله بي اتش بي؟ ها ايوه بي مور ميكو هوست. اوكي خلاص طيب. هم استعملوا instead of nouns they used verbs
وقالوا الverb are more dynamic than the nouns. فقالوا أحسن نحن نغير نفس التاكسونومي ما عندنا فيها مشكلة, لكن نغير للverb الactual action. والحاجة الثانية اللي غيروها قاموا قالوا synthesis دي is higher, يعني synthesis is higher than evaluation. دول عشان to be able to synthesize information they should be able to evaluate information قبل ما عملوا synthesis. وقاموا قالوا احنا ما نخليها synthesis ساكت, نحن نسميها creating. فغيروا, إذن غيروا من الترتيب بتاع 1956 اللي هو knowledge comprehension application analysis synthesis and evaluation, حولوها ل remember اللي هي بدل knowledge remember, بدل comprehension understand, بدل application apply, بدل analysis analyze, بدل evaluate evaluation evaluate. قاموا أضافوا جابوا synthesis وخلوها فوق خالص وسموها create. دي اللي حصل, شايف ال old version and new version. عملوها ناس شولتز نشروها, يعني هم طرحوا الموضوع 2001 and they published it في 2005. دي البيراميد اللي هو في الآخر remember. ده هنا بيراميد بالمناسبة حاول يزاوي بين إنه الأكشن يكون ongoing, يعني بدل remember سما قال نستخدم نفس النونز اللي استخدموها هناك لكن للمصطلحات الجديدة. فبدل ما نقول remember اللي هو غير نقول remembering understanding. فهم رجعوا لموضوع النونز ديل ما عليك بهم, ده طرح يعني ده طرح. لكن دي البيراميد نفسه وقام ده التفسيرات اللي كتبوها في البابليكيشن بتاعتهم إنه أقل حاجة قال recall facts and basic concepts. بالمناسبة أنا أضفت في المحاضرة في التعريف لأنه مهم جدا, it's not just facts and basic concepts ولكن أيضا procedural patterns. Procedural patterns دي مهم جدا, it is part of the knowledge or remember level or category. بعدين أنت لما تجي تكتب لي في المهارات لو أنت بتتكلم عن procedure at its basic level the knows how أو the knows and knows how ده remember دي lower level. فما تنساها دي إنه هي صح facts and basic concepts ولكن أيضا procedural patterns. هنا وبالتالي ممكن تستخدم كلمة define, duplicate, list, memorize, repeat, state. وإن كان نفس ديل نحن هنجي to critique. نجي to critique يعني memorize دي كيف وهكذا. فإذا حتى المصطلحات المستخدمة دي ذاتها هي مفتوحة بالنسبة لكم for discussion عشان أنت تصل لمستوى عالي من الـ understanding of أو comprehension of the Bloom's taxonomy. عندنا بعد كده الـ understand قال the ability to explain ideas or concepts, وبالتالي you can use terms like classify, describe, discuss, explain, identify, locate, recognize, report, select, translate, إلى برضو زي ما قلت لكم أي المصطلحات دي كلها مفتوحة للنقاش. أنا هسه لو قلت لكم locate, هل الابيليتي تو لوكيت دي كومبريهنشن او اندرستاندينج ولا ده ابلكيشن؟ ده موضوع بعدين مطروح للنقاش. في الابلكيشن قال يوز انفورميشن ان نيو سيتويشن, الامثله اللي ساقوها كتاكسونومي اوف اديوكيشنال اوبجكتيفز فيربز اكزكيوت امبلمنت سولف يوز ديمونستريت انتربريت اوبريت سكيدول سكتش. بالنسبة للanalyze, draw connections among ideas, differentiate, organize, relate, compare, contrast, distinguish, examine, experiment, question, test. في justify, stand or decision, ده بيتكلم عنك انت كوجهة نظر, ولكن evaluate الأصلية بتاع Bloom قال حتى الability to pass judgments on knowledge, يعني أنا معلومة أنا أحكم عليها كمعلومة أقول لا الكلام ده ما هو ما مظبوط. فالability to evaluate هم قالوا to justify a stand كأنه بدافع عن stand or decision, appraise, argue, defend, judge, select, support, value, critiquing and weigh.
produce you or original work, they have to design, to assemble, to contrast, to conjecture, إلى آخر. إذا دي شنو البيراميد المعدل في البروس تاكسونومي اللي طلع 2001-2005. هتلقى different explanations and descriptions حسب الفهم بتاع الشخص اللي بيكتب في الموضوع يعني. مثلا ديل هنا كتبوا remembering إنه شنو يعني الشخص اللي تسأل نفسك أسئلة can the student recall or remember the information they would be able to define duplicate إلى آخر. فإذا دي النظر ليست مهمة جدا خلوها استصحبوها معاكم في البراكتيكال سيشن بعدين. دي another one حديث شوية ودي another one produce and your original work إلى آخر. هنا ما يعني معمولة بطريقة شوية عندها معنى يعني خليك من الكلام الموجود. الكلام الموجود باليمين دي بيشبه الكلام الموجود everywhere else, لكن هنا كونه عملوها concentric circles. فكر في الموضوع ده يعني انت فكر في الموضوع. ال concentric circles indicate انه while I am remembering, I am also using other levels or categories بدرجة بسيطة, وكل ما مشيت انت لفوق الدرجة بتزيد إلى أن تبقى understanding ابتلع remembering, ونمشي للapplying برضو لما نصل لapplying نفسها بنكون معناها استصحبنا remembering and understanding. في حاجة يا سلمى؟ لا تمام أوكي. فإذا الدياجرام ده والإلستريشن دي is important because الطرح اللي طرحوه عبر طرحوه يعني graphically إنه remembering understanding includes the remembering while applying includes the remembering and understanding and so on, وإنه at each level or category into your also using the other levels, وده الكلام اللي هنجيبه بعد شوية في الأزر ديفلوب اللي هو the think model. نحن ما قلنا ده شنو a revision of the Bloom's taxonomy, لكن في واحد اسمه بروفيسور أو دكتور دي فينك. دكتور دي فينك في 2003 لاحظوا الكلام دي برضو ما جديد 18 سنة طلع كتاب بتاع significant learning دي. He believes that learning development is not hierarchical but interactive. يعني قال a linear organization or pyramidal organization of the learning levels is not quite true. كده أنا آخر ديجرام دي جبت لكم عشان أوريكم إنه لو كان ال organization أو concentric circles كان بيكون بيعبر أكثر. ففينك قال الكلام. بعدين فينك قال ما تقدر أنت تعزل الأفكتيف دومين تماماً من النوليج دومين. قال لأنه الأفكتيف دومين is part and parcel of the knowledge domain. قال يعني حتى acquiring knowledge إذا أنت ما واعي as a teacher أو as a learner للأفكتيف component of knowledge المعرفة قد ما تكون effective. Gam gal, he included some affective domain aspects for cognitive learning. قال الاختلافين بتاعات. وقام عمل الموديل بتاعه كده. قال ما ينفع نحن نقول remembering وبعدين نطلع بعدها وكده. بعدين لو لاحظت فوق هو قال foundational knowledge. صح قال متفق تماما. وقام جمع knowledge والcomprehension. قال دي كلها foundation of knowledge. وقال عادة حكاية rote learning دي حتى لو فيك concept حقنا هنا في الeducation نتكلم طوالي عن knowledge والunderstanding بتاعه كategory طوالي كlevel. وقال والinteraction between foundation of knowledge والapplication طوالي مباشر. وقال هو بيحصل عشان كده عمل تاني another model another graph. لكن قال خلاص الستة بدل ما يكونوا knowledge, comprehension, application, analysis,
since it's an evaluation or hadith an evaluation and creating or creation قال foundational knowledge application بعدين جاب الباقيات كلهم سماهم integration كلها since the evaluation والكلام ده كله سماه integration وقام جاب ثلاثة قال ديل effective ولكنهم very important في ال cognitive learning اللي هو ال human dimensions وال caring وال learning to learn اللي هي اسمها metacognition أو metacognition قال ديل very important في ال cognition في ال cognitive domain فده الموديل بتاع think عمل 2003 إلى الآن يعني في ناس كتار بيناقشوا فيه وفي ناس بدوا يطبقوه في أمريكا بدوا يطبقوه إلى درجة عالية جدا وبدوا يطلبوا ولو تذكروا الالاين المابينج والالاينمنت إنه حتى لما أنت تعمل ليرنينج أكتيفيتيز تورينا تعمل لنا ليها ماتريكس تورينا which level or category of the learning domain you are now applying فدي الفينك قام هو عمل الموديل الثاني الجراف ده عشان يوري انه السيجنيفيكانت ليرنينج ده بيحصل لما نحصل تداخل بين الحاجات دي ما في حاجه اسمها فاونديشنال نوليدج بس في فاونديشنال نوليدج جزء من الابلكيشن والانتجريشن والهيومن دايمنشن والكيرنج والليرنينج كله بيحصل في نفس اللحظه ولكنه بمستويات مختلفه انا ممكن يكون عندي an activity in which I am mainly concerned with applying application of knowledge لكن ده لا يمنع إنه في integration حاصل وإنه the human dimension is observed والcaring واللearning to learn is there. هنا جاب توصيف يعني عشان أنت تكون عندك كمان في ال PowerPoint the foundation knowledge اللي هما قال understanding and remembering the application here the skills the thinking or critical creative or practical والintegration اللي هو establishing connections والhuman dimension learning about self and others while caring developing new feelings intersects and values about what you learn itself by then learning how to learn becoming better student while in inquiring about subject with self-directed learning دي الفينك model of significant learning اخيرا في ناس طرح قالوا كده يا جماعه والله ان احنا بنفتكر انه first century graduate دي ورانا إنه learning domain دي ما ثلاثة زي ما قال بلوم وإنه كدل domains دي ذات كده راجعوها لأنه نفتكر إنه الdomains كالآتي فهم قاموا طرح جديد قالوا فكروا معانا فيه approaches to learning ذاته is a learning domain والcommunication language and literacy دي another domain creative and cultural expression cognition discovery يعني هم cognition خلوها موجودة physical and motor development خلوها موجودة والsocial and emotional learning خلوها موجودة لكن أضافوا للثلاثة ديل another five قالوا دي domains of learning فكروا معانا are we right ولا نحن شطح ودي خليها لكم كده للتفكير وشكرا جزيلا. طيب دي المقدمة حقت إيش حقت بلوم تاكسونومي of educational objectives. What you need to do next إنه أنتوا الآن نمرة واحد تعملوا سيرشينج وتطلعوا أول حاجة لازم تعرف حاجتين قبل you start your practical work إنه القوائم اللي قلتها عليكم والويلز الويلز الاثنين حقت ال learning objectives before you start using them أول حاجة أنا أريكم تصلوا للمعلومة دي بنفسكم يعني إنهم they are not quite the same يعني هتلقوا قوائم في جامعات في يعني إحنا عندنا ال NCAA اسمها National Commission for Accreditation and Academic Assessment دي نطلع قوائم عشان إحنا نلتزم بها هنا نكتب لما نكتب نستعمل this domain and this level, this words. دي النقطة الأولى. تلقوها مختلفة. طيب الحاجة الثانية ال verbs دي حسب بلوم قال هما يعني لما أنت توصف learning objective you must use an action verb. An action verb. إنه يكون في action. Action verb. هنا بيقوم يعمل لي صعوبة أنا موضوع
انا قبل عرفت لكم الاكشنز اند بيهيفيرز ممكن تكون ات ذا 3 ليفلز النوليدج مش 3 ليفلز 3 دومينز نوليدج سايكوموتر اللي هو الكوجنيتيف سايكوموتر والافكت طيب في السايكو في الكوجنيتيف دي في حاجات ذات جوز ان ذا برين فايتس ان اكشن لكن جات النقطه الثانيه قال لك اول حاجه الاوبجكتيفز بتاعتك المفروض تكون زي الاوبجكتيفز بتاعت الريسيرش تكون سمارت سمارت يعني very specific ما confusing specific ها وتكون measurable وعشان تكون measurable لازم تكون observable مش كده أنا cannot measure what I cannot see فأنا I need it to be observable to be measurable وتمشي في باقي السمارت اللي هي attainable والrealistic وهكذا والtime لكن أهم اثنين في description of the learning objective إنه يكون واحد specific ما يكون confusing يعني لما تقول لي should be able to recognize should be able to recognize what do you mean by recognize recognize شنو والفرق شنو بين recognize و identify وهكذا إذن you must be specific or you need to explain the terms you are using should be an action verb it should be smart اللي هو at least specific and measurable to be measurable لازم يكون يكون observable النقطة الثانية مفروض تكون عادة انت بتقول upon completion or after finishing the activity or the course or the program the student should be able to انت ما بتقول should be able to understand the structure of the human body بعد ما يتخرج should be able to يعني ability to understand مفروض تكون during وليس بعد ما يخلص دي understand لكن بعد ما يخلص دي لازم تبقى ability جديدة باستخدامها in real life situation الحاجة الثالثة understand دي ذاتها زي ما قلت لكم لأنه ما quite observable الناس بدأت تلقى tricks عشان تعالج بها الموضوع هنعرف التريكس دي in the discussion لما انتوا تبتدوا تستخدموا مصطلحات أقول لكم المصطلح ده ما مقبول لكن ممكن تلف حول الموضوع وتقول تقول كده دي تعليقين ثلاثة إضافيات تعملوا سيرشنج تطلعوا القوائم تتأكدوا من القوائم لو قريتوها كده سريع حاولتوا تناقشوا كنقاش يعني what does it mean what does it mean to create what does it mean to interpret what does it mean to recognize دردش شوية قبل ما تدخلوا في موضوع إنه أنتوا تتخيلوا نفسكم حسب الـ assignment اللي عندكم تقوموا تستخدموا الverbs دي وتعاملوا كأنكم بتعاملوا في البروجرام أو بتعاملوا في الكورس وتكتبوا لنا learning outcomes or objectives في أي تساؤل سؤال تعليق قبل ما تبدو الـ practical work كل جروب حيمسك دومين ولا كلهم حيمسكوا الكوجنيتيف دومين عليكم لا كلهم حيمسكوا الكوجنيتيف دومين يعني احنا قلنا ناخده هو لانه هو الاهم وهو اللي مؤثر اكتر في الكورس ديزاين والكوريكولوم ديزاين تمام ما حنتطرق للباقين يعني ما حنقسمهم بيناتهم لا ما تقسمهم اوكي تمام في سؤال تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أنا شفت إنه الليرنينج دومينز هم متداخلات مع بعض يعني ما سيبريت. ولما جو عملوا ريفيجن في ناس زي ما أنت بروف عرضت لنا الإنفوجراف ده فيه وفي ناس قسموهم لـ the level of the head والheart والhand. أيوه. طيب في نهاية the level of the hand دي قاموا خدتوا problem solving. هل البروبلم سولفينج ده سايكوموتر ولا هو كوجنيتيف هم طبعا الدياجرام دي بتاع ايجنسي معينه بتاع ايجنسي معينه بالنسبه لهم هم دايرين هسه انت لما نقول لك انت لما تعمل البروبلم بيست ليرنينج او التيم بيست ليرنينج وات ار يو تريننج ذا ستودنتس اون اول حاجه هل نحن مستخدمين سايكوموتر لما نكون براكتيكال سيشن ما يصير براكتيكال سيشن مش كده التيوتوريال از براكتيكال سيشن فهم لو لاحظت واحد من التعريفات بتاعه سايكوموتر
انه using the psychomotor skills to learn مش to learn psychomotor skills. مش في تعريف مرة علينا كده وانا كنت علقت عليه؟ معناه هم بيفتكروا practical sessions even if the practical session is addressing a cognitive skill it's a psychomotor activity. وضحت لك الفكرة انه ديل يعتبروا انه psychomotor include activities that use psychomotor skills to acquire and master any knowledge domain. فديل زي ما قلت لك دي ايه دي الجروب معينة هم مستخدمين من التصنيف بتاع هارت. It's good. أنا بجيب الحاجات المتنوعة ده عشان أوريك الدايفرسيتي الموجودة في الإدوكيشنال إنستيتيوشن. سؤال. أه. قالت عندها ملاحظة يا بروف إنه في ربط ما بين كل دومين والليرنينج ثيوريز. كيف توضح؟ خليها توضح لنا. السلام عليكم. عليكم السلام. بس يا بروف انا لاحظت انه اي دومين explained by or depend on one of the learning theory يعني لو مسكنا الaffective domain زي كانه بيوصف لنا او depend on the behaviorism theory ده connective domain مرتبطه بالbehaviorism theory. السؤال يا جماعه والكونكتيفيزم زي كأنها هي الكونكتيف دومين هو زي الكونكتيفيزم الكونكتيفيزم فأنا أيوة. ما أعرف هل الحاجة صحيحة؟ في فرق بين صحيحة وبين دقيقة. هل هي صحيحة؟ ممكن تكون صحيحة إلى حد ما، ولكن هل هي دقيقة؟ الملاحظة جميلة، ولكن نعلق لك التعليق الآتي، هذا تعليق مهم. أول حاجة يتعلموا منا الساينتو كايدوكيترز إنه زي ما أنا قلت في المقدمة الليلة إنه ده الانترريليتد، لكن في كل مرة بيكون في إمفاسيز على جانب معين والباقيات موجودات بدرجة أقل. This is universal. ده global. في كل الإدوكيشن ما في حاجة بيور لموضوع معين، ما في حاجة بيور لدايمنشن معين، ما في حاجة بيور زي ما قالت لنظرية معينة وكده. كلهم الكوناتيف دومين كل النظريات بتنطبق عليه. ولكن أنت تقصدي ولكنه mainly ممكن يكون الـ learning theory دي بتطبق فيه أكثر من غيره. يعني ما بيمنع الـ connectivism يكون effective أو يكون cognitive الـ behavior constructive ممكن وهكذا. يعني أي واحد في الـ domains بمؤهل لأنه يطبق كل النظريات، لكن إلى أي مدى depends on on the domain itself. والكلام ده عام. أنا سلام أنا أقول لك الأوسكي امتحان بعدين. What is it for? What are you actually assessing? بتقوم تقول هي والله I am mainly assessing psychomotor skills. لكن in addition I am also assessing the cognitive skills بدرجة ما و assessing the affective domain بدرجة أخرى. ولكن أنا mainly أوسكي. طيب what about multiple choice questions? والله multiple choice questions is mainly I am mainly addressing the cognitive domain. لكن I am also asking questions about the knows how اللي هي سميتها procedural pattern the knows how of the psychomotor domain and I'm also asking about the foundation and knowledge of the affective domain. I'm not only cognitive domain.
لكن I am mainly cognitive domain. In addition, I am also using dealing with the other domain. فأنت حاولي تاني يكون التفكير بتاعك, which is excellent, إن you think about what you learn. إنه والله صح أنا وضح لي ربط بين النظريات والدومينز دي, ولكن الدومين دي mainly مرتبط مثلا زي ما قالت الأفكتيف دومين البيهيفيريزم, وإن كان عشان كلمة behavior هي ربطت أفكتيف, ولكن البيهيفيريزم بالمناسبة معناها إنه الشخص بيتعلم by doing things, observing things and doing them, حتى لو كانوا psychomotor وليس behavior. behavior قبل شوية عرفناه وكان تعريف دقيق fascinating. قال attitude دي حاجة داخلية, behavior ممكن تكون reflection لattitude وممكن تكون otherwise. ففي ارتباط بين هذا. يجب كلمة behavior ما بالضرورة موضوع بتاع attitudinal emotional behavior. ممكن تكون action. ممكن تكون cognitive action. تفكير. problem based. Sorry, problem solving. It's a cognitive action. It's a behavior. أنا عندي الآن a new behavior as far as learning as cognition is concerned. عندي behavior جديدة. أنا كنت طريقة تفكيري كده بقت كده بعد ما تعلمت لي شوية حاجات وطبقتها وكده. أيوة, أي تعليقات أو أسئلة أخرى؟ تفضل. لما يعملوا ريفيجن للليفل الليفل قاموا في الهاير ليفل خالص قاموا خدوا الكرييتيف. ايوه نعم. قبل الايفالويشن. فوق الايفالويشن. كرييتيف فوق الايفالويشن. فوق الايفالويشن. هم خدوا لانه ده اهم حاجه الليرنينج اوت كومز بالنسبه للبرودكت التكنيك عندهم سكاوتر. ما سمعت قال انه هو الكرياتيفيتي خطوه فوق الايفالويشن لانه هو ده البرودكت الاهم من اي ليرنينج اكسبيرينس, ولا ليه كان الراشنال حقهم شنو؟ مش اهم هم, ما نحن شرحنا الكونسبت اوف ذا بيراميد. الكونسبت اوف ذا بيراميد انه انت دي بيلدينج بلوكس زي بيلد اون ايتش اذر, مش كده؟ يو بيلد اون ايتش اذر. هم قالوا انت يو دو نوت كرييت ذا ايفالويشن, انت يو اكواير ذا كاباسيتي تو ايفالويت بيفور يو كان اكواير ذا كاباسيتي تو كرييت. لانه الكرييشن بيتطلب انه انت يكون عندك راي اصلا في المعرفه الموجوده. يعني انت عشان تكون انت انوفاتيف تعمل كرييتيف, تكون كرييتيف انت ذاتك, the ability to actually evaluate the knowledge and pass judgments on the knowledge is essential. وبالتالي ما ينفع نخدها بعد الكرييت في التسلسل. التسلسل بتاع الكوجنيتيف دومين ما بيبدا ب knowledge comprehension وانت ماشي. هم قالوا synthesis تخدها قبل الايفالويشن ما جايه, وبعدين الكون سينسيسيس بس انت عبرت عنها قللت من شأنها, نحن نبقيها كرييت. والكلام ده وجد قبول لانه زي ما قلت لك الكلام ده 2005 الان في 15 سنه بقى الناس قبلانين الكلام ده اقتنعوا به وفعلا بيجوا. طبعا فينك رغم انه كلامه كلام صحيح 100% قال انت ما تقول الموضوع ده ما لينير ما بيبني فوق بعض بالتسلسل. قال هو بيبني فوق بعض بالتسلسل لكن في نفس الوقت in parallel. يعني أنا من أول أيام ومن أول activities بدخل للطلبة في ما بعمل focusing على remember. Also بالمناسبة أنا واحد من ال advocates of إنه الطلبة let them acquire as much foundation and knowledge as they can to help them move across. يعني أنا لو بديت صح it is challenging, it is doable, ولكنها challenge. إنه أنت while you are acquiring the knowledge you comprehend and apply, ده صح ودoable, لكنه ممكن يكون challenging لبعض الطلبة. ليه؟ لأنه أصلاً the understanding requires إنه يكون عندك enough foundational knowledge
عشان انت تفهم اساسا. يعني انا ما ممكن من اول يوم اجي ادخل معك من مثلا مثلا انتروداكتوري فيزيولوجي بدرسوهم فيول هوميوستاسيس وبدرسوهم الموفمنت اوف مولكيولز اكروس ميمبرين، صح يا ناس الفيزيولوجي؟ الكونسبتس دي عشان تتفهم دايره انف فاونديشنال نولج هي ذاتها. فكونه انا طوالي اي جامب للكومبريهنشن ممكن يكون ما قلت امبوسيبل لكن ممكن يكون تشالنجينج لكثير من الطلبه اللي الخلفيه بتاعتهم العلميه جايين بها من الثانوي مايت نوت بي انف. فانا ممكن اقضي فتره من الزمن فوكسينج اون فاونديشنال نولج. بعدين لما نجي للاسسمنت انا قبل شويه قلت لكم K1 و K2 K3 وكده. بعدين لما تجي انتوا للاسسمنت استراتيجيز بيقول لكم يا جماعه عوضوا الطلبه من الاول انه الاسئله تكون نوليدج ابلكيشن اللي هي K3 او اتليست K2 ادريسنج اندرستاندينج اند كومبريهنشن. فجميل، لكن انا في الشهور الاولى وفي السنين الاولى بخلي اغلب الاسئله which check whether they have memorized and they can recall direct facts, concepts and procedural patterns. انا بدي اطمئن على دي. فدايما في الفتره الاولى الامتحانات بتاعتي يكون التركيز بتاعها على ده، لكن يكون فيها جزء عن الكومبريهنشن وجزء عن الابلكيشن ولو في مجال للاناليسيز. وانت طالع كل ما امشي مع الطلبه اللي قدام انا بزيد الجرعه. عشان كده انا قلت الدياجرام اللي فيه الكونسنتريك سيركلز دي طرح جديد وجميل جدا، انه انت بتمشي تزيد جرعه حاجه وتقلل جرعه الثانيه. انا ببتدي بريمبرينج مينلي مع شويه كومبريهنشن شويه ابلكيشن وكده، وكل ما امشي ازيد جرعه ديك واقلل الجست ريمبرينج وانا طالع ماشي لفوق. اذا الطرح يعني انه كان بيتكلم عن انه الايفالويشن دي تكون قبل الكرييشن بحيث انها it is important for الكرياتيفيتي نفسها. رايك شنو يا بروف الكونسبت اللي بيقولوه ناس من الادفوكيت بتاعنا الكونكتيفيزم ثيوري انه في الديجيتال ايج ومع الافيلبل داتا الاكسسبل لكل الناس الريمبرينج بيجا ما ذات نيدد لانه الداتا بقت اكسسبل لكل الناس. فالانفسس يقل على الريمبرينج شويه ويزيد على الهاير ليفلز وعلى الريبيتيشن ويعتمدوا على الريبيتيشن فور ريتينشن اوف نوليدج اكثر ما يعتمدوا على الريمبرينج. رايك شنو في الكلام ده؟ الكلام ده زي ما علقت على الدكتور قبيل غادي يكون فيه درجه من الصحه ولكنه ما دقيق. انت الفاونديشن النوليدج نحن كان عندنا ريسيرش عن المعرفه وكان اسمه باللغة العربية آليات وأدوات التعلم من منظور إسلامي. قلنا بحثنا في القرآن والسنة هل في تسلسل، هل الإدوكيشنال ثيوريز دي ممثلة في القرآن والسنة ولا لا؟ واحدة من أبرز النتائج إنه أنت يجب ان يكون عندك فاونديشنال نوليدج، وكمان الفاونديشنال نوليدج تكون دقيقه وصحيحه وتكون متناغمه، يعني ما يكون فيها تنافر. وبالتالي انت لازم يكون عندك حد ادنى. حتى لما درسنا المحاضره عن البروبلم بيزد ليرنينج قلنا بري اكزيستينج نوليدج از اسينشال، يعني ما ممكن تجي لناس ابيض من ناحيه معينه وتقعد تناقش فيهم عن بروبلم. فلازم يكون في حد ادنى من المعرفه عشان يكون اساس للنقاش اساسا. وبالتالي البري اكزيستينج نوليدج مهمه، وبالتالي الفاونديشنال نوليدج مهمه. فاونديشنال نوليدج الطريقه الاساسيه بتاعه اكوايرينج الفاونديشنال نوليدج از اللي بيسموه روت ليرنينج. هو صح الاكسس تو انفورميشن بقى مهم، لكن هل هي الفاونديشنال نوليدج اللي انا ابني عليها اللي ما بحتاج ادرسها، ولا بعض المعارف اللي انا بحتاج لها ديورينج براكتس؟ فور اكزامبل اديك انا مثل صارخ. هل انا زمان بنطلب من الطلبه يكونوا حافظين الريزلتس اوف لابوراتوري تيست، صح؟
النورمال فاليوز. ايوه الان ما ضروري ادرسهم لا واحفظهم لا واجيبها في الامتحانات واسقطهم بها صح، لانها بقت ادر فينجر تيبس. اذا كلامي صحيح في جانب معين من الميمورايزنج اند ريكول، الاشياء الميمورايزنج اند ريكول تو يوز في مراحل معينه I do not need الطلبة أدرسهم لها وحفظهم لها وامتحنهم فيها وأسجدهم بها، دي بستبعدها. لكن إذا foundational knowledge هو محتاجة عشان to acquire more knowledge، يحتاج عشان to understand knowledge، يحتاج عشان to apply knowledge، دي لازم يحفظها. يعني ما منطقية أنا أطالبك بأنك تحل مشكلة ويكون اعتمادك كله كامل على الإنترنت. It doesn't work. أنا داير مخك ذاته يشتغل. مخك ذاته يشتغل لأنه هو ذاته مخك أنا دايره هو نفسه يتطور تطورات معينة. You acquire the cognitive skills. إذا ما شغلته بـ already information مخزنة فيه ما حتى النقاش الطويل جدا في إنه هل حفظ القرآن مهم وضروري ولا لا. ده كلام تاع نيوروساينس وإديوكيشنال سايكولوجي، الناس النشطاء في وسائط التواصل الاجتماعي. This is not their business يعني، لأنه ده كلام very high level neuroscience and cognitive psychology أو educational psychology. الناس اللي عملت دراسات وجدوا أنه memorizing information which is trustable جاية من مصدر موثوق معروفة، مجرد memorizing them helps your brain work حتى at the subconscious level. Just being there المعلومة being there is helpful in acquiring new knowledge, understanding new knowledge, applying knowledge to it. فدي يا سلمى this is my own point of view يعني. انت عارفه انا برو تكنولوجي يعني. انا برو تكنولوجي لكن بحذر. ايوه في سؤال ثاني يا بروف او تعليق تفضلي. طيب يا بروف قالت لك هي ما حاسة إن الموضوع ده بيراميد، هي حاسة إن الموضوع ده سيركل. الكرياتيف اوف ايديز بيزيد في الريمبرينج ذاته، وحاسة برضو بتسأل العلاقة شنو بين البيراميد ده وبين الاكسبرينشيال ثيوري اوف ليرنينج. لأن بدأت لك بتعتبر إنه كل new level هي new experience بتعمل generation ل new knowledge. ما ردت حتى ما جاوبت السؤال وجاوبت، شكرا جزيلا. مش ده موضوع experiential at all levels is there صح، لكن especially applying knowledge. بل أنا ذكرت لكم at a point إنه في حاجة مهمة جداً اسمها الداتا information knowledge wisdom pyramid. Data information knowledge wisdom. وقلنا الناس اللي طلعوا البيراميد دي قالوا أنت أصلاً لازم تجرب المعلومة عشان أنت تجربها يعني وتشوف ويكون عندك أنت your own reflection عليها وهكذا. فده الاكسبيرينشال ليرنينج، وانه انا وايل اي ام ليرنينج سمثينج نيو اي بيلد اون ماي اون اكسبيرينس تجربتي السابقه. ذس از ترو. ده ماشي مع البيراميد بمستويين بناء فوق بعض. في اثنين يا سلمى شايفين ما انميتد قطعوا الافكار. خلاص طيب الاكسبيرينشال ده الجانب الاول. السؤال اللي قبله كان شنو؟ السؤال اللي قبله كانت انه هي ما شايفاهم بيراميد قدر ما شايفاهم سيركلر، لانه كله افتكر قلناه الكلام الليفل بيزيد من الليفل اللي تحتها.
قلناه قلناه قالت قالت الكرييشن بيزيد في الريتنشن وفي الريمبر. طيب طيب ما انا ذكرت كلام ده ذاته مرتين صح؟ مره لما ابديت اعجابي بالدياجرام ايوه الدياجرام اللي عمله كونسنتريك سيركل ما عمله بيراميد عمله كونسنتريك سيركلز ما عمله بيراميد بمعنى انه وايل يو جو اب سيرتين اسبيكتس انكريز وسيرتين ريلاينس اون ذا اذر ديكريز لكن مستمرات كلهم مع بعض للنهاية يعني كرييت وعلاقة زي ما هي قالت علاقة ريسيبروكال 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 معناه الاندرستاندينج بيساعدنا تو اكواير نيو نود والابليكيشن بيساعدنا تو اندرستاند ان اكواير نيو نود والسينسيسيس وهكذا مش كده كلامه مظبوط عشان كده الدياجرام بتاع الكونسنتريك سيركل أنا قلت لكم ده طرح جديد جميل جدا. الطرح الثاني اللي هو أنا قلت لكم النيو ديفلوبمنت اللي قاله فينك. فينك أول تعليق له هو عمل النيو موديل لأنه بيفتكر أن الفيرست موديل إز لينير أرينجمنت والكلام ده قال ما مظبوط في الواقع ما لينير لكن هو الفهم بتاع البيراميد إنه أنا I need a foundation of knowledge to be able to understand ده برضه ترو ده برضو ضروري وانا قلت لكم انا من الادفوكيت بتاع انه يعني giving the students the chance to acquire foundational knowledge is important for understanding is important for application وهكذا. طيب يا بروف انا تخيل لي احب نبدا الاكتيفيتي لانه ساعه 10 الا تمام عشان تمام طيب بس لو تكون معانا واحنا بندي الانستركشن الاكتيفيتي لو عندك عليها تعليق عندنا ساعتين للأكتيفيتي فممكن ناخد أول 10 دقائق نقاش عن يعني الناس تفتش أو أول ربع ساعة الناس تفتش الريسورسز بتاعت الفيربس وتتناقش عنها عشان to make understanding of it. بعد ذاك عندكم نص ساعة تاني تعملوا لنا في كل فيرب كل جروب يعمل لنا identification لأنه أنتوا دار تكتبوا ليه الكورس ده ليه level of student والكورس هو شنو وبناء عليه وتعملوا لنا اوبجكتيف لكل واحد من الليفلز طيب يلا عشان يلا عشان 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 الترتيب بتاع الـ الكورس نفسه بتاعنا الكورس نفسه اللي هو الكيشن بلاننج ده كورس ما لسه احنا ما دخلنا في الكورسز وخلوهم يختاروا بروجرام وليس كورس ويكتبوا بروجرام ليرنينج اوتكم وليس كورس ليرنينج يوزنج بلوكس معناها حيستعملوا لكل ليفل لكل ليفل من البلومز تاكسونومي ليفل مختلفه من الستودنت وتكتبوا لنا وان اوبجكتيف وتورونا الكونتكست حق الاوبجكتيف ده شنو وكفايه كده صح نص ساعه كفايه للاكتيفيتي دي وبعدين نجي للبرزنتيشن كل جروب يقدم البرزنتيشن والدسكشن ماكسيمم نص ساعه ما تحضر يوم في واحد بس لكن ان احنا عشان نكون اوردر انت تقصد واحد لكل دومين ايوه والله اديهم في النوع الدومين مور ذان وان او خليهم انت ما نحدد لهم يعني نقول ات ليست وان خلاص ات ليست وان اوتكم في كل دومين اوف ذا 3 دومينز اوف ليرنينج للبرنامج على مستوى البروجرام upon completion of the program. يعني حيشتغل الدومين الثانية الأفكتيف والسايكوماتر حيشتغل أيوة يستخدموا مصطلحات نحن قلنا ما نمشي في الليفلز بتاعتها ما نوصف الليفلز معناه أوكي معناه نديهم ساعة طيب ما خلاص خلونا نتفاوض خلينا نرجع للطرح الأول نخلينا في الكوجنيتيف دومين بس لكن انا لو سمحت لي الطرح الثاني كويس شديد لانه الناس ما بتلقى فرصه تو براكتس الدومينز الثانيه يعني هاي لك كيف اللي نركز على الكوجنيتيف دومين ونحاول نغطي various levels of the cognitive domain وضحت لك لكن لما نجي للسايكوموتر والافكتيف ناخذ واحد بس as an example تمام اوكي
تمام يا طيب ما ممكن نقسمهم الدومينز يعني هم ما خمسة جروبات وديلك 11 دومين هم هم أربعة جروبس فممكن نقسم 11 دومين على كل جروب ياخد 3 من الدومينز الثانية أنا حب أطلع منها واتفقوا معاهم على ما ترونه مناسبا وسي يو ليتر خلاص بعد ساعة نشوفك يا بروف إن شاء الله إن شاء الله Thank you.